اذا جينا اليوم نعطيو الانطلاقه ديال الاشغال ديال شارع الزراوي. هذا مشروع اللي كان نتمسكوا به بزاف بحكم ان هذا الشارع هذا مهم ومهم بزاف وكيشكل واحد الوصل ما بين جوج ديال الشوارع مهمين اللي كاينين في الدار البيضاء اللي هما زرقطوني مولاي يوسف والمدينه القديمه. دونك احنا عندنا اشغال اللي كانت مبرمجه بالنسبه لهذه السنه هذه فيما يخص الارصفه والشارع ديال وزفت، ولكن ارتئينا اننا نتصلوا بالناس ديال ليداك باش نديروا الاشغال قبل ما تجيو الاشغال ديال التهيئه باش نتفاداو هذاك المساله ديال نعاودوا ثاني نحفروا ونعاودوا ندوزوا في الشارع يلاه تصوب ويلاه يلاه تهيئ. احنا كنتمنوا ان هذا الشارع يكون من اجمل الشوارع ديال الدار البيضاء ان شاء الله بحكم اننا التجربه الاولى ديالنا في هذا الميدان هذا، وحكم انني يلاه بديت في هذا المهنه ديالي ديال بين قوسين ديال رئاسه مقاطعه سيدي بليوط. هذه اعاده التهيئه كتسجل في واحد المشروع شمولي اللي غادي يشمل مجموعه من الشوارع اخرى ديال الدار البيضاء ان شاء الله في احياء اخرى. حنا ديجا بدينا في الملحقه الثانيه والثالثه اللي هي بنجديه ودرب عمر بالنسبه للارصفه، وعندنا عاوتاني شوارع اخرى اللي غادي نديروها في حي غوتيه بما فيها موسى بن نصير وحسن السكتاني ان شاء الله. وكنتمنوا ان البيضاويين والبيضاويات يكونوا فرحانين بهذه المبادرات هذه ويكونوا سعداء بهذا البرنامج ديالنا ديال المقاطعه اللي الهدف ديالو هو اننا نسهلوا الحياه ديال البيضاويين ونسهلوا السيران ديال ولا لا سيركولاسيون ديال 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 البيضاويين. غير هو كنتمنى انهم يصبروا معنا شي شويه حيت الاشغال ما ساهلاش، حنا كنسمعوا الناس دابا كيكلاكسوني وهذا، يصبروا معنا شي شويه ويعطيونا شويه ديال الصبر على ما ان شاء الله نساليو الاشغال. حنا عارفين بان الدار البيضاء كلها شونتي، ولكن هذا غير وقت قصير ووجيز، ان شاء الله من بعد غادي نكونوا مرتاحين كاملين. وكنتمنى التوفيق للجميع، وكنشكر بزاف الناس ديال ليداك اللي مشاو معايا في هذا البرنامج هذا، حيت منين انا اتصلت بهم وقلت لهم انا غادي ندير اعاده التهيئه ديال الشارع قالوا لي احنا مستعدين اننا نجيو نبداو معاكم ونواكبكم من الانطلاقه ديال الاشغال باش نكونوا غاديين على نفس البرنامج وما نعاودوش عاوتاني نديروا عاوتاني اشغال اخرى من بعد ما نكونوا احنا سالينا الاشغال ديال التهيئه. وكنشكرهم جميعا على المسانده ديالهم وعلى الوقت اللي كيعطيونا، حيت درنا اجتماعات عديده وزيارات عديده في الشارع قبل ما نبداو هذه الاشغال، وان شاء الله غادي تكون تجربه زوينه. وكنتمنى التوفيق للجميع.